السلام عليكم البنات، كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم باحسن الاحوال ان شاء الله يا ربي. كيف ما كتشوفوا بغيت نشارك معكم عصير اقتصادي ومنعش، وغنشارك معكم واحد الروبو دو كويزين خديته من بيم ان شاء الله. غنبدا معكم البنات بهذا الروبو، كيف ما كتشوفوا بالاسم ديالو فرحانه به كنحركه كيف ما بغيت. غنشارك معكم ان شاء الله بكل اوبسيون فيه، هما قالوا باللي فيه 8 في 1. صراحة في الكارتون ديالو راه ديجا مصورين دوك لي زوبسيون كاملين، دونك راه بصح كاينين 8 في 1. ديجا انا جربت فيه غير الطحانة ديال العصير، مازال ما جربتش الاخرين في الاستعمال. عجبني بزاف انه محكم، هانتوما كيف ما كتشوفوا البنات الا ما دوزتيش هاد اللعيبة هادي ما يمكنش ليه يخدم لك، ضروري كتسديها كتعرفي راسك يدك بوحدك وتخدميها بوحدك. وتا داك حتى البلاصه فاش كطحني الا ما دوزتيش داك السهم من جهه ديال القفل ما يمكنش يخدم. هذا هو اللي عجبني فيه، انه كيف ما قلت لكم محكم في الاستعمال. كاينين فيه بزاف ديال لي زوبسيون كيما قلت لكم، كاينه فيه عصاره، كاينه عجانه، كاينه مهم. قالوا علو انه روبو دو كويزين، حتى انه روبو دو كويزين انا غنقول لكم تجربتي معاه شخصيا. كيعطيكم مع هذا الكتيب هذا كدليل انك باش تعلمي كيفاش تستعمليه. مهم انا غنوريكم. ديجا انايا كنت من كنت حدا البريز ديجا جربتهم وعرفت، انا نوريكم دابا غير كيفاش الطريقه باش انكم تستعملوا لي زوبسيون اللي كاين بيه فيه، باش الا شي وحده محتاجه تشري. صراحه الثمن ديالو كان 7600. اول حاجه البنات كاينه هو ديك الكاس او الروبو او لا ما عرف شنو كتسميوها. غنبدا معكم اوبسيون باغ اوبسيون، كما قلت لكم كان ب 7600. 7600 بعد انا راه هنايا كاين شي وحدين كنعرف كيفاش نستخدمهم، ممكن شي وحدين لا. المهم راه انا غنبقى نستعن بالكتاب باش نوريكم كيفاش. هنايا هذه الاولى غنوريكم ديال العجانه، فيها هذا الموس هذا غير ديال البلاستيك. البنات ماشي تسمحوا عجانه وتبغيو تعجنوا فيها مثلا شي كميه كبيره، مثلا غديروا غير شي حاجه خفيفه كيكه مسمنات، غير شي حاجه تاكوس اللي غطي ديروا غير شي رابعه ديال الطحين او لا ما عرفتش. المهم ما ديروش بزاف. كيعطيوكم مع هاد اللعيبه هادي بحال كويس، هي باش كطرقوها من الفوق وباش زوينه انهم فيها العبارات بحال ميزان ولا كاس ديال العبار. المهم باش كتعبروا فيه المليلتر. هذه هي لوبسيون الاولى، غنبقى في نفس الطريقه وغنزيدو لوبسيون الاخرى ديال الموس. هاد المميز هذا انا غنجبدو دابا نوريه لكم، هو داير بحال العجانه غير هو موس والعجانه بلاستيك. هذا صالح مثلا طريفات ديال الدجاج، كنتي ما عندكش الكفته وعندك الدجاج بغيتي ديريه دغيا. حنا ديجا عندنا وحده في حاله فيها بحال هكا الربيع، تقطعي به الربيع، تقطعي به البصله الا بغيتيها كاريات. مهم فيه بزاف، تقدري تستعمليه بزاف ديال الحاجات. غنزيدو نوريكم دابا شحال وريتكم لوبسيون ديال العجانه ولوبسيون اللي كتقطع بها الربيع وداكشي. دابا غنوريكم العصاره ديال التشين ولا الليمون، حتى هي خاصنا نحيدو لها كلشي. كيف ما قلت لكم فيه واحد التقنيه زوينه، لا مارك البنات راه كتبان من هي سميتها كيوي، خديتها كيف ما قلت لكم من بيم، ما كنشهرش لا مارك ديال بيم او لا كنقول لكم زعما. هذه مجرد تجربتي معاهم، ماشي اول مره غناخذ من عندهم شي حاجه، لا من ناحيه المواد الغذائيه لا من ناحيه اي حاجه. هنا راه مازالت انا تالفه ما عارفاش باش شنو غنحط. كيف ما قلت لكم بيم انا كتعجبني بزاف. هنا البنات تكلخ دايره الفوق اللي قبل. المهم حتى هي البنات هي خاصها تدوز من ديك اللعيبه باش انها تقدر تعصر لكم. راه الا كانت مراكباش بلاصتها ما كتعصرش، هادشي اللي فيها زوين. صافي هذه هي البنات لوبسيون الثالثه. وكنظن بلي راه كاع المدن عندهم بيم، حيتاش بيم صغيره واستغلت جميع البقع المغربيه. بحال دابا هنايا انا في الحي اللي ساكنه فيه كاينين تقريبا ثلاثه، ما عقلتش اكزاكت ولكن كنعرف
جوج وسام على شي واحد في جهة اخرى، مهم جوج اللي ديجا فايت مشيت لهم. مهم من ناحية البنات ديال الطحين ديال العصير صراحة زوينة بزاف، هادي البنات ديال تطلع البيض، البيض اللي كتبغيو تطلعوه بحال التلج، تبغيو تطلعوا بها الكريمة الكريم شونتي، هادي مازال ما هذا باغي نجربها صراحة، واخا عندي الباتور ولكن بغيت نجربها ان شاء الله نهار غنجربها فيها غنشاركها معاكم. حتى هي غادي مهم كاينين جوج ريوسة بحال هكا كتستعمليهم صافي، غادي حتى هي تستعمل هكا وتسدي عليها، هادي ديال البيض وديال الكريم شونتي اولا بغيتو تطلعو شي حاجة كتطلع، هادي البنات ديال البصلة أولا لي تشيبس، بغيتي البصلة تقطع شرائح أولا تشيبس بطاطا ولا القرعة بغيتيها دواوار أي حاجة، وفيها وكيتبدل هداك الموس كيتبدل على جوج، كاين هاد الموس هذا الرقيق وهاد الموس هذا الغليظ، كاين اللي كيحكو به خيزو تقدري تحكي به ديريه باش ديري الشكلاط، وكيعطيو معاه هاد المميز هذا ديال العجينه فاش كتكوني كتعجني اولا فاش كتطلعي البيض ولا فاش كتطربي لا كريم شونتي، مهم كيف ما قلت لكم ضروري تكون هذاك الغطاء ديالها باش تقدر تحل لكم. صراحه البنات انا عجبتني وحتى الثمن مناسب حيت فيها بزاف من فيها بزاف ديال الحوايج بيان سور الناس اللي ما غيقدروش عليها بلا ما يشريوها، كيف ما كتشوفوا كاين ديال البصلات خيزو الشكلاط البيض ديال تطلع ديال العجين وديال الربيع، وكاينه العصاره وكاين طحانة مولينيكس، هي 8 البنات 8 ديال الحوايج. دابا غندوز معاكم لتحضير العصير اللي قلت لكم، غنشارك معكم البنات هذا العصير اللي قلت لكم. هنايا عندي 3 ديال التشينات ولا البرتقال مقطع هكا دواور، نقيته مزيان حيدت ليه ديك الجلده البيضاء وحيدت له حتى العظومه وحتى ديك اللب الوسطاني ديالو. هنايا عندي شويه ديال الفريز، بعض الحبات من الفريز انا عندي ديجا كونجولي، تقدروا البنات ديرو صراحه ما عندوش بزاف غير برسك شي سيمين بحال شي سيمانه بحال هكا. وهنا كاين جوج بنانات البنات، الفريز تقدروا تعوضوه بالخوخ او بالتفاح او بالمونغ اي ديسر كيعجبكم. هنا كاينين 4 ديال المعالق ديال سنيده، سنيدة البنات كتبقى اختيارية، تقدروا ديروا 3 او لا 2 او لا 5 على حسب الحلاوة اللي بغيتو، وكاينه شاصي ديال الفاني، حتى شاصي ديال الفاني تقدروا ديروها تقدروا ما ديروهاش. وهنا دانون حتى هو ديال الفاني وكاس ديال الماء ديال العنبة. غادي ندوز معكم للمرحلة الاولى ان شاء الله، غادي نحيد عليا هذاك البنان والفريز وداكشي من الطريق، بعدا ندوز معكم المرحلة الاولى ان شاء الله. البنات راكم عارفين دابا فصل الصيف وغادي نبقاو نصومو شوال، وديجا دابا حنا راه كنصومو في رمضان ان شاء الله. ما عرفتش هاد لا فيديو مع هاد الكونيكسيون اللي ولات فهاد الحضر الصحي فوقاش غيوصل لكم، المهم راه غنبقاو نصومو شوال ان شاء الله. المهم غادي ندير هاد الليمون هذا ديالي ولا البرتقال، كل واحد وشنو كيقولو على حسب المنطقه ديالو، غادي نطحنو مع داك الكاس ديال الماء، غير كاس ديال الماء البنات بالعبار باش ما يجيكمش جاري، غير الجهد اللي غادي تطحن فيه الليمون. غادي نطحنو غادي نرجع معكم ان شاء الله. هنايا ديجا طحنته، غادي ندوز البنات نصفيه، تقدروا تستعملوا الا ما بغيتوش ما كيعجبكمش هذاك التخت حاولوا تصفيوه بشي زيف حياتي اولا شي زيف كتصفيو به، انا عندي هاد الصفايه هذه الكبيره باش كنصفي كلشي في دقه واحده وكنبقاش نلعب انا وياه، ما عنديش مشكل حتى مع هذاك التخت اللي تيبقى فيه صراحه، غير في هذا العصير هذا بالضبط اللي كيعجبني نصفيه، اما ديجا فاش كنكون باغا ندير الباربا ولا شي حاجه كنطحنو هكاك. انا اصلا كيعجبني الليمون بجميع انواعه، ما تديوش عليا هنا كنحرك بموس حيت ما كانش حدايا المعلقه وما كان فيا ما يمشي نجيبها ونزيد نقطع الفيديو ويجي طويل وعاد نجي نجيب معلقه اللهم نزرب عليكم شويه باش يجي الفيديو قصير. مهم كيف ما كنشوفوا هنايا غادي نصفيه وغادي نرجع معكم. هنايا صفيته دغيا دغيا داكشي بالزربه، صفيت الليمون وغادي نزيد عليه الشيء الاخر في دقه، نزيد عليه البنان حتى نزيد البنان وتنادم معايا الحال وانا نبغي نهز دانون، انا دانون ما غيبغيش يتكب ليا غادي يعصبني، حتى
حتى غنبقى نبركلو غنبز طون مزيان عاد غيتطلق. هنا راه تطلق، حبست الفيديو، كنت عوانه نمشي نجيب معلقه وانا نبرك عليها بطه وحده وهي. المهم غندير عليه سنيده كيف ما قلت لكم، سنيده اختياريه، البنان، البنان البنات احنا ما درتش بزاف على حسب ماما ما تيعجبهاش. صافي وغادي نزيد الفريز، الفريز كيف ما قلنا لكم تقدروا تعوضوه بالتفاح او لا بالخوخ. صافي من هنايا غادي نسد المولينيكس وغادي نمشي نطحنو، وغادي نوريكم البنات كيفاش كيجي. صراحه كيجي عاقد زوين بزاف. هذا هو الشكل النهائي البنات ديال العصير، كنتمنى يعجبكم. شوفوا كيفاش كيجي، كيجي البنات خاطر وزوين صراحه، كيحمر الوجه واخا تحطيه قدام الضياف ولا في الكوتي والغدا ولا اي وقت بغيتي مع هذا فصل الصيف ان شاء الله. كنتمنى البنات يعجبكم لا فيديو ديال اليوم. الى عجبتكم لا فيديو خليو ليا جيمو كومونتير. شكرا للبنات اللي كيخليو ليا تعاليق زوينه، وشكرا لكاع الناس اللي كيدعموا قناتي واللي كيبارطاجيوها مع اصحابهم. جربوا البنات هاد العصير وما غاديش تندموا ان شاء الله. شكرا لكم بزاف، وتهلاو في راسكم في فيديو جديد ان شاء الله.